الصداع هو يعتبر مرض، خصوصا مثلا المايجرين اللي هو الشقيقة، هو مرض نوعا ما مزمن، بيصير على مراحل، بيصير لفترات طويلة. الصراحة كتير الموضوع حلو، كتير مثير للاهتمام، لأنه في كتير ناس مصابين أصلا بالصداع، فأي نعم حدا عنده صداع نصفي أو صداع عنقودي يركز معانا بهاي الدراسة، لأنه رح يصير شوي يفهم أكتر الأعراض اللي بتصير معه وشو دخلها بالوقت. نعم إذا البداية بالحديث عن تفاصيل هذه الدراسة، ما الجديد حتى نفهم أكثر أعراض الصداع ومشكلة الصداع بشكل عام؟ هلا مبدئيا بدي احكي ببساطه عن كل واحد من هدول الصداع شو يعني بالضبط، عشان اذا اي حدا ما بيعرف يكون فاهم شو عم نحكي. هلا مبدئيا الصداع العنقودي او ما يعرف بالكلاستر هيديك هو من اكثر او احد اكثر الصداع اللي بيكون الما، عاده ما بيصيب منطقه وراء العين، بيكون زي كانه في شعور في الطعن او شعور في البيرنينج، يعني زي انه في حريقه وراء العين. هو نعم يعتبر كثير صداع مؤلم، وغالبا ما يصيب الذكور من عمر 20 لعمر 40 سنة. بالنسبة للصداع النصفي أو المايجرين أو الشقيقة، هو برضه أحد أنواع الصداع اللي بيصير عندنا في منتصف الوجه، وكثير من الناس بيلاحظوا إنه بيكون مرتبط عندهم بالعيان، بيصير في عندهم حساسية من الضوء، حساسية من الصوت، وممكن كمان يصير في عندنا vomiting أو استفراغ. فهدول هو أو هاي هي أنواع الصداع اللي تناولتها هاي الدراسة، وراح أحكي شوي أكثر عن ارتباطها في الوقت. نعم، تفضل دكتورة، شو هو هذا الارتباط وليه ممكن تصيبنا بنفس الوقت؟ تمام. هلا الدراسة هاي بتحكي انه الناس مثلا اللي عندهم الصداع العنقودي او الكلاستر هيديك، بعد ما عملوا لهم زي صورة للدماغ، اكتشفوا انه في عندنا منطقة في الدماغ اسمها هايبوثالامس. هاي الهايبوثالامس بتكون اكتيفيتد او بتكون شغالة وقت الألم، نعم وهاي المنطقة هي لها علاقة كثير في النوم. فالناس اللي في عندهم هذا الصداع العنقودي، في كثير منهم بيصير في عندهم زي صحوة بالليل بسبب الوجع، او مثلا في يعني في منتصف الليل فجأة بصحى من قد ما راسه بوجع. نعم بالنسبة للشقيقة أو الصداع النصفي، كمان تم الاكتشاف إنه كثير من الناس بصير عندهم هذا الصداع في فترات الصباح، وأغلبهم أول ما يصحوا من النوم. واكتشفوا كمان إنه بالنسبة للشقيقة في عندنا كثير أسباب ليش بتصير عندنا في فترة الصباح، ومن أهمها هو إنه كثير من الناس اللي عندهم هذا الصداع عندهم مشاكل في النوم، عندهم ما يعرف بالإنسومنيا أو الأرق، أو حتى كثير بشدوا على فكهم أثناء النوم، أو عندنا ما يسمى بالريستلس ليج سيندروم، بصيروا إجرهم عم بتتحرك هيك كتير وهم نايمين، فبيكون في عندهم مشاكل او عدم انتظام في النوم. غير انه نعم في ساعات النوم بيصير في عندنا جفاف للجسم او ديهايدريشن، والديهايدريشن ممكن انها برضه تعمل لنا تريجر او تؤدي لهذا الوجع. وكمان كتير من الناس بتاكل حلو على الصبح، والحلو او الشوكليت برضه ممكن يعمل اعراض الشقيقه. فلاقوا انه اغلب الناس اللي بيصير عندهم شقيقه بتصير في فترات الصباح او في بدايه يومهم، والناس اللي بيكون في عندهم الصداع العنقودي بيصير في فتره المساء او ممكن تصحيهم من النوم. نعم طب بشكل عام دكتورة، في عوامل مشتركة لوجود الصداع العنقودي أو حدوث الصداع النصفي أو ما يعرف بالشقيقة؟ هلا مبدئيا الصداع هو يعتبر مرض، خصوصا مثلا المايجرين اللي هو الشقيقة، هو مرض نوعا ما مزمن، بيصير على مراحل، بيصير لفترات طويلة. هلا الفكرة فيه انه اي نوع من الامراض المزمنة بيكون عندنا اكثر من عنصر او اكثر من فاكتور بيأثر عليه، سواء كانت عناصر جينية، يعني ممكن مثلا حدا والدته او والده عندهم مثلا شقيقة وهو تورث له هاي المشكلة، ونفس الشيء بالنسبة للصداع العنقودي. فممكن نعم يكون في عندنا اسباب جينية، وممكن كمان تكون اسباب بيئية. نعم الاسباب البيئية اللي بتأثر على الصداع غالبا ما هي التدخين، وبالنسبة للصداع الكلاستر اللي هو العنقودي ممكن كمان تناول او شرب الكحول، ممكن كمان بعض انواع الاطعمه زي الحلويات، المشروبات الغازيه برضه تاثر مثلا على الشقيقه. وطبعا كل واحد فيهم، يعني مثلا الصداع العنقودي الشخص بيبين عليه انه عينه حمراء، عنده كتير دموع، وحتى سيلان بالانف. بالنسبه للشقيقه زي ما حكيت ممكن يكون في حساسيه من الضوء، فهم بيختلفوا عن بعض. في عندنا عوامل مشتركه، واصلا دائما اي شيء بالعاده بصير عندنا بالجسم بيكون في اكثر من سبب له، يعني ما في سبب واحد. نعم. اليوم إذا دكتورة بدقيقة بتقدمي نصيحة للمشاهدين، لكل الأشخاص اللي بيعانوا من هذا الصداع، سواء كان الصداع النصفي أو العنقودي، نصيحة بتقدمي لهم إياها؟
أنا نصيحتي لأي حدا بلش يصير في عنده صداع أو عنده صداع إنه يكون في عنده دايري أو يكون في عنده زي مذكرة لهذا الصداع، يكتب فيها متى بتصير معه، شو الأوقات، شو الأعراض، إيش بيكون يعمل قبل ما يصير معه، إيش بيكون مثلا ماكل، يصير يربط إيش الشغلات اللي بتعمله هذا الصداع، وكثير هذا الإشي رح يفيده سواء بينه وبين حاله أو لما يروح يتجه عند طبيب، لأنه إحنا بيكون بدنا زي سيرة مرضية كاملة نعرف بالضبط شو مال المريض، فلما الواحد يعمل زي دايري أو زي مذكرة يكون مركز فيها بأعراض الصداع ومتى بيصير معاه، هذا الإشي كتير بيساعد الطبيب على تشخيصه وبيساعده هو على فهم أكثر لهذا الصداع وشو ممكن يتجنب أو شو ممكن يعمل عشان يبعد عن أعراضه. نعم نعم إذا كنت معنا شكرا لك دكتورة ألمى أبو لكم ليل، طبيبة عامة كنت معنا من القدس عبر تقنية الفيديو، أهلا وسهلا بحضرتك.